ضيفتنا النهاردة راسية وعاقلة، بس هتفضل هادية ولا هتعمل حاجة مش متوقعة؟ طيب ما تيجوا نشوف. مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم انا والمدام. انا والمدام النهارده معانا عبير وعمر، ومعانا روز لوحدها. الفريقين هيكونوا قدام بعض. طبعا زي ما انتم عارفين دايما احنا بنحب نعرف مدى التفاهم والثقه بين الازواج. ناس كتير دلوقتي طالع ترند بتقول، بنات كتير بتقول لا انا مش عايزه اتجوز، انا عايزه اعتمد على نفسي، انا عايزه اعيش لوحدي and so on. فحابين نفهم وجهات النظر ونشوف مين فيهم الصح ومين الغلط في الاخر. هنسال اسئله سريعه وهنلعب مع بعض العاب كتير. خليكم معانا ما تروحوش في اي حته، فاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي هتعرف سريعا على ضيوفي. عبير قولي لي انت متجوزه بقالك كام سنه؟ بقالنا سنه. سنه، اوكي. اتجوزتوا حب ولا صالونات؟ لا كان عن حب. قعدتوا تعرفوا بعض قد ايه قبل الجواز؟ حوالي سنه برضه. سنه برضه. شايفه ان سنه يعني فتره كافيه انك تحكمي ان خلاص ده البني ادم اللي انا عايزه اعيش معاه بقيه حياتي؟ لا هي مش فتره كافيه، بس كنا متفاهمين يعني. كنتوا متفاهمين. حلو. روز رافضه الجواز ليه؟ او ليه شايفاها فكره فاشله؟ ليه اتجوز؟ هو السؤال انت ازاي اتجوزتي مثلا، لكن انا رافضه الجواز ده شيء منطقي. ليه شيء منطقي؟ ان يبقى ليكي شيء يعني. انا التجارب اللي انا شفتها في الحياه عامه ليترلي يعني ما بقتش احسن حاجه، والولاد او الرجاله دايما بتخون اكتر يعني، او يعني صعب تديهم الامان ويفضلوا محافظين عليه لفترات طويله. ممكن في الاول شويه اللي هو البدايات بتكون حلوه ولا ايه يعني، اكيد بيبقى في حاجات بتحصل. انت بس عشان لسه في الاول بدايتكم ما كانتش، حصل بقى ان انتوا قفشتوا على بعض وبعدين بداتوا تحبوا بعض. اكيد كل علاقه فيها مشاكل، حتى الصداقه ذات نفسها فيها مشاكل يعني. هنطلع فاصل ونرجع لكم بسرعه مع فقره الاسئله السريعه، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي فقرة الأسئلة السريعة. هقول كام سؤال واللي هيرد فيكم أسرع هو اللي هتتحسب له البوينت. وبما أننا ثلاث ستات في القعدة فأنا هسمي فريق عبير وفريق روز. أوكي. تمام؟ النملة ليها كام رجل؟ ستة. بوينت. أوكي. أسرع حيوان في العالم؟ الفهد. لا هي قالت الأول. أوكي. اوكي بوينت. الاخطبوط ليه كام قلب؟ ستة. تلاتة. بوينت. حاجة بتتولد كل شهر؟ طاقة مثلا، باور. نو زيرو. الهلال. ايه ده؟ نهر ما بتجريش فيه المية. خريطة. ده حاجة في يعني عشان بيبقى حاجة ورق صامت. اوكي. انت عندك سرعه بديهه عاليه جدا. عندي ابلكيشن بلعب العاب سرعه البديهه دي كتير قوي، في حاجه كتير دلوقتي كتير حلوه قوي قوي. عدد حروف اللغه الانجليزيه قد ايه؟ 26. الفابيت 26. اوكي خلاص كده روز هي اللي كسبت معانا. تمام. هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين وهنرجع بقى للفقرات الجامده اللي انتوا بتحبوها، فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. استنوا. الرجاله دول اللي ما بيعرفوش يكذبوا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي فقرة الرجالة ما بيعرفوش يكذبوا اللي الستات بتحبها جدا وأنا شخصيا بحبها. عمرو هيقابل دكتور مؤمن بشار ونعرف إذا كان بيكذب ولا لأ، استنونا. ده جهاز كشف الكلى، بنسأل الضيف سؤالين أو على حسب يعني، لو جاوب صح بينور اخضر، لو جاوب غلط بينور احمر. جاهز؟ جاهز. بتحب مراتك؟ اكيد.
خنتها قبل كده؟ لا. اخر مرة اتخانقتوا واجهتها ولا هربت؟ لا واجهتها. اكتر حاجة بتبقى انت مفضلها يعني في السفر وانت مسافر كده سفرية فيها شغل طويل انك تاخدها معاك ولا تبقى لوحدك؟ لا بقى لوحدي. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. المدام لابسه شوز لونها ايه؟ اسود. طيب ممكن تتجوز على مراتك؟ لا. طب انت متجوز على مراتك؟ اكيد لا. انا خلصت، تقدر ترجع مكانك وشكرا. اتفضل. خلصت فقرة الرجالة ما يعرفوش يكذبوا، وللأسف الشديد الجهاز كذب عمر، وكده روز هي اللي كذبت معانا لغاية دلوقتي، هي اللي كذبانة الفقرتين. الفقرة الثالثة عندنا هو كارت البانش، ممكن تستخدمه. أكيد أنت ماضية إقرار صح؟ مظبوط. الفقرة دي اسمها بتخاف ولا لا؟ اكيد بيخاف من مراته. اتليست بتخاف من مراتك؟ لا مش بخاف يعني. بتحترمها؟ بالظبط. اوكي بتخاف. ايه اكتر حاجه بتخاف منها؟ ان انا افقد حد بحبه مثلا. مراتك بتخاف من مراتك؟ لا لا ما بخافش من شخص، يعني شخص مش هخاف منه. اوكي طيب. معاكي الباسورد بتاعت موبايله؟ لا. بيسيب موبايله وانتوا قاعدين مقلوب ولا؟ لا لا عادي. بيعملوا سايلنت كتير؟ لا. بيدخل التويلت مثلا يتكلم بيتوشوش؟ لا. اوكي تمام. طيب يعني انت مش خايف من حاجه؟ لا خايف من ايه؟ طيب دلوقتي هو انتوا الاثنين هادين قوي كده يعني في البيت؟ انتوا الاثنين هادين كده؟ لا دي حياتكم تبقى صعبه قوي. هدوء. انا ما اقدرش اعيش كده. طيب. بجد انا ممكن مستحيل اتجوز راجل يعني انا خايفه منكم انتوا يعني. انا لوحدي وحاسه ان تمام كده وفكه انت. طيب. انا عادي. ليه عاملين كده مالكم؟ احنا دلوقتي بس نوعيه الاسئله بالنسبه لي محتاجين. انت جميل والله. عندك مشكله تدينا الموبايل؟ خايف من حاجه؟ لا. اوكي استاذنكم يا جماعه، حد من الكرو بس يجي ياخد تليفون عمر. يلا يا جماعه طلعوا لنا اول صوره. احنا مش قادره اصدق العصافير فيه مش حابه بعض قوي. ايه ده؟ شبه دي اختك؟ دي اخته؟ لا. مين دي؟ اسمها ايه؟ طيب دي صديقه العيله يعني او ثقه طلعت محلها بصراحه؟ ثواني بس. هو جاب الحاجه دي منين؟ مين دي عبير؟ انا بساله مين دي اصلا؟ مين دي؟ هي الصوره دي؟ لا مش عارف. هما في الكنترول روم بيقولوا لي ان الصوره دي من على الواتساب في كونفرزيشن برقم مش متسجل تمام، والكونفرزيشن دي فيها حوالي صورتين او ثلاثه بس، هما مش هيقدروا يعرضوا اكتر من صورتين بس، ده المسموح بيهم بالعرض عشان الصورتين التانيين مش هينفع يطلعوا هوا. ممكن يكون كان متجوز قبلها طبيعي. وفي فويسز. الكونفرسيشن اصلا كانت امتى يعني؟ من شهر. انت كنت متجوز قبل كده؟ من شهر انت كنت سايبين بعض او متخانقين او حاجه؟ كنتوا متخانقين او كان مسافر او حاجه؟ كان مسافر من قريب. كان مسافر. كان مسافر فين؟ كان مسافر بيروت. اوكي بيروت. وبنات طيب. بيروت بس هي كده فين في بيروت يعني؟ عندي منطقه. طب يا جماعه اسمحوا لنا الفويسز كده، افتحوا لنا الفويسز بعد اذنكم. انا كده الموضوع خد اتجاه غير البرنامج خالص. لا يا جماعه ما ينفعش تطلعوا في التليفون. يبقى انا كنت صح لما ما رضيتش اثق في راجل. في 300,000 جنيه
ركز ركز يعني. لا مش مهم يعني، بس ما ينفعش حد يلعب في تليفوني كده. نعم شو دي جت منين؟ انت كتبت اقرار وقلت ان انت مش خايف ووافقت ان او على فكره الكونفرسيشن دي كمان يعني ايوه مش حد يفتح الكلام ده هيدن. انت ماسك الان بره وانت بتكتب الاقرار يعني بقى لها شهر ازاي؟ بس هو مين دي اصلا؟ ما اعرفش الصور دي. مش فاهمه يا حبيبي. انا موجود بس مش عارف اخلص من الجمله اللي عندي. واحد هنفضل في الحوار ده كتير، ما انا قلت لك قبل كده لازم تعرف مراتك عبير من احنا متجوزين. ايه حق عبير يا حق عبير؟ حاضر يا رجاله، بس مراتك ما استنيتش. ايه ده؟ ايه ده متجوز ازاي؟ استنى ايه ده؟ حاضر يا حبيبي. شمع ايه ده؟ هو انت برضه ساكت؟ انا اسفه. رد بس. ايه ده يعني اصلا؟ انا اسفه انا اسفه يا جماعه يا جماعه، ما ينفعش الكلام ده على الهوا. مين اللي مطلع الكلام ده فين الاعداد؟ بعد اذنكم يا جماعه طلعوني فاصل. هو انا كده المفروض اخرج؟ فين الاعداد؟ ايه ده رد عليا الفويس دي؟ مفيش ما اعرفش ازاي لعبه التليفون كده. يعني ايه هو المشكله في لعبه التليفون ولا المشكله في الفويسز نفسها؟ طبعا انا متجوز. يعني انت متجوز؟ ما قلتليش ليه؟ اقول لك ازاي يعني انت متجوز؟ اقول لك ازاي؟ وتتجوز ازاي من غير ما تقول لي او ترجع لي يعني؟ ازاي يعني ده حصل امتى اصلا؟ خلاص ما ينفعش. ده حصل امتى اصلا؟ من ساعة ما كنت مسافر. وتعرفها منين اصلا او مين دي عموما يعني؟ عرفتها هناك. هناك فين؟ انت رحت سافرت يعني 10 ايام هما في ال 10 ايام اللي حياتك اتجوزت هناك؟ طب انا عايزه امشي. يلا نمشي. ماشي. وتكلمي لي اصلا عايزه اعرف ايه ده يعني؟ انا عايزه افهم ايه ده يعني؟ ازاي تعمل كده؟ خلاص ما انت فهمتي كل حاجه. ماشي وازاي اصلا تعمل حاجه زي كده من غير ما ترجع لي او من غير ما ترجع لي البيت؟ ارجع لك ازاي يعني؟ تقول لي خلاص كل حاجه تعرف. وايه اللي انا قصرت معاك عشان تروح تتجوز دي اصلا؟ ايه دي؟ انت مش شايف الشكل اصلا يعني؟ مش شايف نظرك ضعيف؟ اوكي انا عايزه امشي. ممكن امشي ولا في مشكله؟ حد يفكري ده بس خلص ونمشي بقى. لا انا اوريدي عايزه امشي دلوقتي. عبير انا اسفه جدا، ما كنتش حابه ابدا انه يعني صدقيني ده احنا بنهزر وبنلعب. انا شخصيا بعتذر لك يعني بشكل شخصي، ما كنتش متخيله ابدا لان هو كمان كتب اقرار وواثق وبقال اوكي يعني. فالموضوع مشي في اتجاه تاني غصب عني. احنا مش بتوع فضايح والكلام ده، بس استاذنك بس احنا على الهوا فيعني هنخلص الحلقه سريعا. تمام انا مش عايزه اكمل الحلقه، انا عايزه امشي. طيب في 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 دلوقتي بس مداخله. طب خلاص افهمني عشان تعرفي على الهوا. تعرفي ازاي؟ افهمي وحيد متجوز اصلا يعني افهمي. انت اصلا متجوزه في لبنان؟ لا طبعا. هي رايقه. انت كنت قايلها انت مسافر في شغل؟ لا انا ما اعرفش ازاي فتحت الواتساب اصلا بتاعي. يعني انت كنت مسافر بقى بتعمل ايه؟ انا عندي شغل. ده الشغل بجد؟ انت مستفز قوي وبجح. انت بجح بجد بجد. مفيش دعوه حضرتك خالص. يعني ايه يعني؟ ما يخصكيش. حرام عليك والله. بتتكلم صح، ده فعلا ده الشغل انت رايح تعمله؟ احنا لينا بيتنا بنتكلم فيه. بيت اللي بيتكلم فيه اللي انت بتعمله ده؟ لا عادي عادي. بس لو سمحت شيل الصور، ما حدش من حقه يفتح. هو ما فيش بيت اصلا اروح معاك فيه. احنا اصلا ممكن انا ممكن اقوم لك محامي على على يعني نفقتي الشخصيه لو فرحان قوي كده. قول لي جامعه دي اصلا موجودين يعني؟ اما اروح لبيتي احلها ربنا. لبيت بيجامه ستان؟ هو انت فاهم؟ انت مدرك انت بتعمل ايه؟ انت تمام؟ انت بتشرب او بيشرب حاجه؟ بتشرب ايه؟ ايوه مش حاجه غلط. انا متجوز، ايه المشكله؟ ايه متجوز يعني؟ ما عملتش حاجه حتى. اختار. طيب اختار كويس. المره الجايه ايه البجاحه دي بجد؟ طب ليه؟ طب هي اثرت معاك في ايه عشان تعمل كده؟ لسه كمان هتعمل كده تاني؟ لسه فيها مره تانيه؟ مش عارف هي اثرت معاك في ايه. انا منك بجد حرام عليك والله. دي كيوت ولطيفه جدا ومهذبه، شكلها بتحبك يعني، ازاي تعمل معاها كده؟ هي اثرت في ايه؟ هي حتى لو ما اثرتش على فكره انت عادي يقول لها احنا مش هينفع نكمل مع بعض وروح اتجوز. بالظبط.
بعدين من اول يوم احنا صراحه مع بعض ايه اللي حصل عشان تعمل كده اصلا؟ ومين دي اصلا عشان تعمل كده؟ يعني ايه اللي حصل في العشر ايام يعني؟ تعرفها من امتى اصلا؟ بعدين عايزه افهم حاجه، بيروت ايه دي؟ تعرفها من بيروت؟ انهي بيروت بقى؟ لا انت كنت واخدها وطالع بيها بيروت، ده انت مش لبنانيه. ما ترد، هو انت في حاجه لسانك خلاص يعني هو الموضوع يخصني يا جماعه خلاص تتكلموا معايا اللي فيه. طيب هي يخصها هي تتكلم معايا. هو فعلا الموضوع يخصك، انت مش عايز ترد؟ هرد عليكي في البيت. حرام عليك، انت مستني ايه بجد عشان تتكلم في البيت؟ انت لازم تاخدي موقف في البيت اصلا. خلاص كلمي الرقم ده. لا ما تسيبيلوش البيت، ده بيتك. كلمي الرقم ده وردي عليه شوفي مين دي. لا هو اللي يسيب البيت. كلموها بجد والله، كلموها. لا ايه كلموها ليه؟ انا عايزه اعرف علاقتك ده جواز عرفي ولا رسمي ولا جواز بقى اللي هو الناس اللي بتتجوزوا يوم ويومين وبيحللوا نفسهم والحاجات دي. هيفرق معاكم في حاجه يا جماعه؟ طب يا جماعه ممكن نتصل بالرقم، ممكن نتصل بالرقم اللي عليه. والله العظيم انت بجح بجاحه، والله العظيم ما شفت كده. الموضوع ما يخصش حضرتك خالص. انا ما شفتش كده بجد خالص. لا قاعد بجد متماسك ولطيف قوي ولا كاني حاجه حصلت. انا متجوزه حضرتك. حضرتك يا فندم ممكن نتكلم في البيت بعد اذنك؟ مش هينفع نتكلم في برنامج ويتصلوا بالشخص. يعني مش هينفع؟ مش البرنامج ده انا كده يعني ما ينفعش، انا ممكن انسحب من البرنامج ده. تنسحب منين؟ بعد ايه؟ بعد خلاص الموضوع ما يخصكوش، الموضوع شخصي يا جماعه. طيب معانا كلموني الرقم احسن. اوكي معانا اتوصلتوا. الو ايوه الو ايوه ازاي تعرفوا تصلوا من غير ما تاخدوا؟ نعم ازاي تعرفوا تصلوا من غير ما تاخدوا؟ بعدين خلاص لازم تقولها بقى كده كتير. ايوه مش هقولها على الهوا في البرنامج يعني. انت بكحه، انت معانا على الخط ولا يا فندم؟ بجد اشتميها. اسمعي ما اعرفش اشتم. الكنترول قطع، واضح ان هي كانت داخله تشتم بقى و بجد ايه اللي منتهى عشان هي زعلانه. طب تحبي انت تصلحها مع بعض خمس دقايق؟ طيب لا انا عايزه مش عايزين نخلص. طيب. انا مش عايزه، هجيب لك الموبايل بس هسيبكم مع بعض. تعالي اسمك ايه؟ معلش انا اسفه، انا عمري في حياتي متحط في الموقف ده. تعالي معايا هسيبكم بس مع بعض ثلاث دقايق بالظبط مده الاعلانات، وهرجع تاني هقفل الحلقه وهجيب لك الموبايل وهنمشي. اسمعني انت تكلمش في الموضوع ده خلاص اما اروح البيت اتكلم. لا لا مروح بعد اذنك. هيفرق معاكي في حاجه دلوقتي؟ خلاص هيفرق معاكي بقى الفضيحه دي؟ لا مش هيفرق. لا هيفرق. لا مش هيفرق. رد عليا. مش هيفرق دلوقتي خلاص اما نتكلم في البيت. خلاص اما نتكلم في البيت انا مش هقعد اتكلم دلوقتي في موضوع يخص. خلاص كلمي في التليفون. يا سلام. ايوه. لا مش هتكلم خالص، هنتكلم هنا عشان بعد كده اتكلم. لا مش هتكلم انا هنا قدام الناس. لا لا طبعا. لا طبعا. هنتكلم هنا. انا عايز اعرف انت. لا لا خلاص نبقى نتكلم بعدين. لا لا مش هينفع دلوقتي. يعني مش الموضوع ما يخصش حد. انت خليتي حد قاعد مع واحده ما اعرفهاش قاعده تقول لي انت اللي عملت ده مش انا. ايوه هم ازاي اصلا يطلعوا حاجات من تليفوني بالشكل ده؟ هو مين اللي اداهم التليفون؟ يعني انا ما برضاش امسك تليفون. انا مسك بقى في موضوع مين اللي اداهم التليفون؟ اي حاجه خالص كده. خلاص هو ده اخرتها. خلاص ممكن نقفل الموضوع ده دلوقتي ونتكلم بعدين. اوكي ماشي. يا ريت هو عشان الموضوع ما يخصكيش يا ريت حضرتك ما تتكلميش فيه خالص بعد اذنك. لا انت ما تزعقليش تاني. انا مش بزعل، بقول لك ما تزعقليش. هو انت ايه الراجل اللي بجد بجح؟ حضرتك بتهاجميني طول الوقت. خلاص ما حضرتك ما يخصكيش الموضوع. انا ما يخصكيش الموضوع، انا ما كنتش حضرتك يعني. انت عشان متجوز واحده بنت ناس. وانت اصلا تقدر تخوني ده اقتلك. انت عمال تتكلم كمان كانك انت مش غلطان. لا انا مش غلطان في اي واحده فيهم. انت بس مشكلتك ان انا غلطان قدام الله العظيم. عارف لو هي واحده، عارف لو انا كنت وريتك. انت عارفه ربنا بيحبك عشان هو اتفضح قدام العالم كله. بجد مش مصدقه. وبص حضرتك ايه ازاي عادي ومحترمه. يا جماعه انا عايز امشي لو سمحتوا. ممكن تشيلوا الصوره دي بعد اذنكم؟ مراتك بطريقه وحشه. طيب ممكن بعد اذنكم تشيلوا الصوره دي وممكن نمشي بعد اذنكم؟ هو مبسوط اتجوز وما عندوش مشكله خالص. ممكن امشي بعد اذنكم؟ ممكن امشي بعد اذنكم؟ يا اخي اتقي الله اتقي الله. انا كان نفسي والله اشيل الصوره لولا ان احنا في مقلب بس فمش هعرف اشيلها. مش عارفه هنعمل ايه يعني. يعني انا مش عارفه انت امتى كنت ممكن تعملي اي رد فعل مع الراجل ده. هو كده وانت 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 اصلا بقى يعني ايه قربت تشك فينا منك؟ مفيش كده. مقلب مالك؟ مقلب ايه ده؟ مقلب يا حبيبي. ايه يا حبيبتي مقلب؟ مقلوبه ليه؟ مقلوبه مستعجله عارفه؟ بجد بتهزري؟ والله بنتكلم بجد دلوقتي. بنتكلم بجد. قبل كده كنا بنهزر.
شوزك بيحبك ومش سوزانا هيعمل مش هيعمل خطوه دلوقتي هيعملها بدو لا دي هتعرضنا في الاخر بعدين احنا كنا عايزين ناخد التيك فيها قبل كده كلوزات فاهمه متاخر اول يوم مش متعيط وانت عمال ابص لك قبل مش لك عشان تعكسني يعني ما حسيتيش من اي حاجه الله والله خالص فرعون قاعد ايه ده بجد ده مقلب اصلا هزر معانا بص اتفضحت بقى الناس دي اخباركم ايه تمام ده مقلب وهيتعرض في رمضان ان شاء الله لازم تاخدي موافقه مسامحانا الاول اوكي طيب بصي بقى للكاميرا وقولي ان انت موافقه على اذاعه الحلقه موافقه على اذاعه الحلقه انت بقى بصي للكاميرا وقولي انا مش موافقه على اذاعه الحلقه مش موافقه